هم لي انايا الجارو ديالنا وداير فيهم غير الماء والخل ماشي على ودي الصرف. لو ديت الناس ما كيبغوش يعطيونا بعض المرات كيخليو هاد بحال هادوك ما كيبغوش يديوهم كاع كيخليوهم لينا ولا ما كيبغوش يشدوهم من عندنا كيقول لكم شدوا بابي سيرفيس. داكشي علاش درنا لهم الماء والخل لينا مصلحتنا حنا ومصلحتهم هما. وفاش كينفع هذا الشيء الماء والخل مزيان راه كيعقم، راه الخل بوحدو راه كيعقم. واخا شنو بغيتي تقولي للمحلات الاخرين اللي كيتواصلوا مع الناس في هذه الامور هذه؟ ماعرفتش خصهم يديروا علينا شي حاجه بحال هكا. نصيحه لهم انهم يديروا بحال هاد الطويسات هادو ويستافدوا الناس يستافدوا منهم وحنا نستافدوا منهم، يعني الوقايه خير من العلاج. حنا نوقوا ريوسنا ونوقوا ريوسهم. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.